اولا انا فرحان بزاف اني حاضر معكم في لالا بلس. سؤال مهم، انا دائما كنشوف ان اي مره دويت ولا درت شي تصريح كيكونوا موراه بزاف ديال لي زارتيكل. حاتم قال كنشوف ان هذا الشيء كيفرحني بزاف. يمكن كاينين بعض المواقع كيبدلوا المفهوم ديال داكشي اللي كنقول، ولكن كنشوف انه من الناس المهمين اللي كيقولوا شي حاجه في العالم كتدور الهضره ديالهم. فالحمد لله ملي كنقول شي حاجه كتبقى راسخه في الوسط الفني، فهذا شرف ليا. وزيدوا كثروا من هادشي مزيان. شوف، هذه حقيقه يعني زعما ما محتاجهاش للشرح بزاف. اللهم لك الحمد. وكنبغي نوجه رساله لا ديفا ديالنا، شكرا بزاف على التوضيح وعلى التواضع ديالك في الرد على السؤال. وصافي، وراه خير ودليل هو ان سميره سعيد شخصيا اكدت هذه المساله اللي كانوا كيجهلوها ناس كثار، واليوم الحمد لله هما كيعرفوها. وكنتمنى ان شاء الله اللهجه المغربيه ديالنا في المستقبل تولي مفهومه في العالم. وهذا الشيء كنستبعدو انا واللي قلته صافي. فايت راضي عليها، ماشي اغنيه ديال الخطير، ماشي اغنيه ديال حاتم عمور، وانما تجربه ديال حاتم عمور مع واحد لي جون اللي طلبوا مني انني نكون معاهم في الديو. وقلت هذا ماشي حلم، يقدر يتحقق. ودرنا الكليب، درنا الفكره، وما ندم على حتى شي حاجه. حاتم عمور عنده واحد الشخصيه ديالو مع الجمهور المغربي والعربي، ولكن هذه كانت تجربه لاي فنان خصو يجرب دي ستيل باش يشوف واش الجمهور باغي هذا لي ستيل في الفنان ديالو ولا ما باغيش. انا كنشوف ان الاغنيه كتضربني، انا كنحس براسي فرحان معها. ويقدر نسب المشاهده ماشي عاليه جدا، ولكن انا كنحترمها في الريبرتوار ديالي. هذا انا من حقهم ينتقدوا. انا كنحس بالجمهور ديالي كيبغي يسمعني ماشي في ديوها، ماشي في دويتوهات، فمن حقه يعاتبني على انني كندير محاولات هنا وهنا. انني بغيت زعما كنجرب تجارب اخرى، ولكن كنقول ان حاتم عمور اغانيه اللي فاتت واللي جايه يعني بشكل فردي غادي تكون غتعجبكم ان شاء الله، انا متاكد. هذه اغنيه مع ادرينالين انا كتعجبني وغنيتها، وما كنتسناش منها زعما، كنت عارف انا ما كنتسناش منها تكون شي حاجه نجاح كبير، وانما بالنسبه لي عمل محترم وكيعجبني. دابا تقريبا لي ديو، الا غندير ديو غنديرو مع اسماء النور يعني. فكنقلبوا على شي اغنيه جديده، ديجا فاتحتها في الموضوع ورحبت بالفكره. فيا ريت نلقاو الاغنيه اللي، حيت هو الاهم حاجه في الديو هو الاغنيه تكون زوينه. فكنتمنى نلقاو شي اغنيه زوينه باش نعرضوها قريبا انا واسماء. تقدر تكون دابا، تقدر تكون حتى العام الجاي، ولكن الاغنيه هي المهمه. بالعكس نهائيا، ما كاينش حتى شي خلاف فبينه وبين اسماء. عمره ما كان اللي كان هو موازين، كان خلاف مع المنظمين فتحل وداز الحفل. واخا كل واحد خدا نظره على الارتيست انه بغى يدير شي مشكل، ولكن انا واسماء ما عندنا حتى شي خلاف، وحنا صحاب من شحال هادي وباقي صحاب. انا كنمشي على احساس ديالي. كنشوف انا خصني نغير في اللوك كنغير. ما كاينش واحد كيختار معايا، كاين اصدقاء ديالي منهم يعني علي هنتازي، وانا يعني ماشي شي كنمشي عند شي خبير فوالا، وكنحاول ندير داكشي اللي كيجي معايا وصافي. فكنقول لا، داك اللي كيتهز هنا راه
ماشي ساك اولا الساك يكون عنده واحد الحاجه ديال العيالات وهذاك بحال شنسميوه بحال تخوز بحال بوشيت كيهزوا فيه دي تليفون الوراق ديال الطوموبيل كذا ولا درتو ريغيرش في العالم غتلقاو كاع نجوم العالم كيهزوا داك البوشيت فكنتمنى من الله يوصلكم حتى هذه الفكره تاعي فوالا من وراء أغنية خطير كاين أفكار بزاف وفكرت ماشي كل شوية غنلوح أغنية فكرت غندير ميني ألبوم فيه كات شانسون من نوعين واحد ستيل عربي مغربي واحد ستيل مغربي في 100% واحد ستيل راي مغربي ولكن دائما باللهجة المغربية وكنت من يعجب الناس يقدر نطرحه في العيد ديال رمضان في هذا الفترة يقدروا يكونوا ربعة الأغاني في الصيف كنت سارة زعما اللي بغى يسمع عادي اللي بغى يسمع عادي اللي بغى يسمع عادي كنت بدي يعجبكم ان شاء الله كنشوف ربعة لي شونسون مع هاد التغير اللي وقع في الساحة الفنية تبارك الله وصلى على النبي يعني ميني البوم دابا غيولي ظاهرة صحية كما العادة غادي نديرو بينا البوم كنتمنى يعجبو الناس ربعة الاغاني ماشي بزاف يعني كل وحده في ستيل نقدر حيت دابا ما بقاش كنقلب نرضي غير الجمهور ديال المغرب ف الناس ديال المغرب غاب الخليج يعني اللي مال مصر فكنحاول كل اغنيه تمشي تعوم في واحد الاتجاه فين ما نجحت فهذا كيفيد الكارير ديالي كنحييهم كاع لي جون تبارك الله عليهم كينتجوا من عندهم يعني ما كاين حتى شي انتاج ولا شي حاجه غير هما اللي يعني خالقين الموجه كما حنا بديناها فكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله يا ربي كلهم كاع اللي ناجحين دابا في الوسط الفني كلهم كنحييهم كاين ديال زكريا الغفولي اغنيه زوينه رائعه حبينو كاينه اغنيه ديال نزار ايديل يعني فوالا هادو جوج كيعجبوني يعني من اهم الاغاني اللي نزلوا دابا ماشي ضروري لنسب المشاهده ولكن فعلا كلمه ولحنا واعرين حبينو اغنيه ديال نزار الاخيره داني داني دان وداني داني دان وعرفنا الأغنية ديال حاتم إدار بيسو حاتم إدار غني عن التعريف فنان صوت رائع كلشي عندي تعليق في الكلمة اللي هي جات للناس جارحة شوية أما لو غيست الأغنية رائعة اللحن زوين ولكن هذيك الكلمة اللي هي كتقيس شي زعما كتلمح لشي حوايج اللي ما فهم يعني ما وصلوش مزيان للناس فهذاك هو المشكل اللي كان في الاغنيه اما الشيء الاخر كلشي مزيان انا بالنسبه ليا هذوك دي بيرسون المغاربه كيشوفوهم فاذا شافوهم هنا ولا في عند حاتم ادار ولا في شي بلاصه اخرى فاحنا دائما كنشوفوهم يعني ماشي شي وحدين ممنوعين من يعني ماشي محبوسين ما كيدوزوش في الزنقه راه كاينين راه مواطنين مغاربه ما عنديش حتى شي تعليق في الكليب يقدر يكون ما كانش داك الجمله ديال اللي كاينه اللي اللي الناس علقوا عليها بزاف ما كانش غيكون حتى شي مشكل بالعكس الكليب فكره يكونوا فيه دي بيرسوناج كاين اللي كيبغيهم كاين اللي ما كيبغيهمش هذاك كيبقى اخراج ولكن الارتيست باش ينطق بشي حوايج ما بغاوهمش الجمهور هذا اللي كنقول انها ما خصهاش تكون الا كان الموضوع كيحتاجهم نديرهم ولكن كنشوف ان ماشي المشكل في الدومه ولا النيبه المشكل في الكلمه اللي تقالت فقط الاغنيه ديال غزالي اغنيه رائعه ستيل ما نقولش جديد ولكن ستيل محتاجه للساحه العربيه سعد فنان ذكي كيختار بدقه والله يوفقه والله يكون معاه ان شاء الله شريت فيلا كيما اي فنان عنده واحد التاريخ بسيط ونجحوا اغانيه وخدم واشتغل وضرب تماره وتعب وسهر الليالي باش يدير شي حاجه لوليداته
على درت فيلا وكنتمنى ان شاء الله ندير مشروع باش نكبر وليداتي في سلام ان شاء الله. هو يكون والدي راضين عليا ملي كنمشي عندهم كنشوفهم ضاحكين راضين عليا كلشي امل له، هذه وحده. ثاني حاجه هي ملي كيكون انا كنموت على الكره، هي ملي كيكون المنتخب دا شي لقب ولا تاهل ولا كنخرج مع الناس كنفرح، كنكون فرحان بزاف. فوالا رضات الوالدين والكره. صراحه صعيب نبكي، صعيب صعيب صعيب. مره بكيت بزاف هي فاش توفات الوالده ديالي الله يرحمها، هذيك هي اكبر. فاش جاوا قالوها لي ما بغاش نتيقو. كنت في الاستوديو ديك الساعه جيت كنجري، فعلا لقيتها الله يرحمها. فوالا تما تاثرت بزاف. فوالا في حاجه اخرى ما تمكنيش. تعاليق ديال الفيسبوك. نهار قلت بسم الله من الامسان منين بدينا كنعرفوا شنو هو الانترنت، كانوا تعاليق زوينه وتعاليق خايبه. دابا مع التطورات وداك الشيء ولا الناس كيشكروا والناس كيسبوا، فتعودت من شحال هادي على لي كومونتير. فلدرجه انني وليت تقريبا ما كندير جيم للناس اللي يستاهلوا جيم في الكومونتير، والناس اللي يلاه كنحس بهم يعني باغين يدخلوا في شي مواضيع كنسوبريميهم. علاش؟ لان ما عنديش الوقت باش نقرا ونبدا نجاوب على الاسئله اللي هي دون المستوى او السب والشتم. فما ما عنديش شي حاجه في دماغي. فكان زامبي بزاف ديال الاصدقاء، بزاف الا بغينا نحسبهم ما نساليش. لا كلهم عزاز علي، لا ماشي كلهم، يعني ماشي ما جاش عليا، وانما اللي ما كنعرفش اللي زعما ما عمري تلاقيت به ما كنعرفوش، ولكن اللي تلاقيت به راهما كلهم صحابي. بزاف ديال لي زارتيست يعني خصنا حلقه باش نعدوهم. والصراحه ما شوف انا ما عنديش الحق نحكم على شي ارتيست، لان ليس انا ارتيست. الجمهور هو الوحيد اللي عنده الحق يقول هذا مزيان وهذا مزيانش، واللي ما كيعجبوش ما يسمعوش، واللي كيعجبو يسمعو. فكل شيء كيدير واحد المجهود. الناس اللي كتفلتري، فماشي فنان انا نقول هذا خايب هذا زوين. للاسف بعض الفنانين كيحكموا على هذا ويقول لك هذا زوين. انت بالعكس انت فنان، خليك فنان. كنتمنى للفريق الوطني كل التوفيق، الدراري كاملين الله يوفقكم. جاتني واحد الفكره، غير كنت جالس وبان لي واحد الفيديو في انستغرام ديال نبيل درار وديال فيصل فجر، بانوا لي فرحانين في في لوتيل كيشطحوا على اغنيه ديال ياما. ومشيت للدار وسمعت لا شونسون مزيان، لقيتها حماسيه في هذاك لي كور ديال البرازيل وفي هذاك الجو ديال كاس العالم. وصافي اتصلت باميره زهير اللي هي اللي لحنت الاغنيه وصوبت لي الاغنيه وسجلتها في الاستوديو مع رشيد محمد علي الموزع، وسمعتها الدراري في يعني نبيل درار فيصل اغنيه حبقاتهم، اغنيه جميله جدا. لي باغول بعد الكلمه اللحن راه معروف، ولكن الكلمات ديال الاغنيه غادي يكون غيكون جديد على الاغاني اللي تغنات على المنتخب. وكنتمنى ان شاء الله تسمعوها وتبارطاجيوها وتفرحوا بها كما فرحانين حنايا. تابعوا جديد ديال حاتم عمور واخباره على لالا بليس.